النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية جي اف اتش المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار. أكد سعادة السيد محمد عبد الجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند. جاء ذلك خلال ترأسه وفد غرفة البحرين المشارك في قمة الشراكة 29 لمعهد الاستثمار 2024 التي عقدت في نيودلهي. وأوضح الكوهجي أن الهند تعد شريكا استراتيجيا بارزا للبحرين، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار حتى نهاية عام 2023، مبينا أن التعاون يتركز بشكل كبير في مجالات الصناعة والأغذية، مدعوما بالروابط التاريخية والثقافية التي تجمع الشعبين. وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين توفر آفاقا واعدة للتعاون، خاصة في مجالات التكنولوجيا والغذاء والرعاية الصحية. نظمت الجمعية البحرينية لإخصائي الاستثمار ورشة بعنوان قصص ملهمة، وخلال الورشة تناول المتحدثون تجاربهم المهنية مسلطين الضوء على أهمية الالتزام بالعمل الجاد والمثابرة، بالإضافة إلى ضرورة تطوير الذات واكتساب المهارات الجديدة باستمرار. وأكدوا أن المرونة والتكيف مع التغيرات في بيئة العمل تعد من العناصر الأساسية لتحقيق النجاح في أي قطاع، وشهدت الورشة تفاعلا كبيرا من المشاركين الذين أتيحت لهم الفرصة لطرح أسئلتهم ومناقشة تجاربهم الشخصية مع المتحدثين. بحضور سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي السيد خالد حميدان، أقامت جمعية مصارف البحرين احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للمصارف، والذي تم إطلاقه بمبادرة بحرينية عبر وزارة الخارجية في عام 2019 بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين. وشهد الاحتفال تكريم المؤسسات المالية والمصرفية الفائزة بجائزة التحول الرقمي في القطاع المصرفي التي أطلقتها الجمعية في ديسمبر الماضي، إذ تم الإعلان عن فوز كل من بنك الخليج الدولي من الفئة الأولى كأفضل مؤسسة مالية رقمية، وبنك الإسكان من الفئة الثانية كأفضل مبادرة رقمية في الخدمات المصرفية للأفراد بالجائزة. وبهذه المناسبة أكد سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي بجهود جمعية مصارف البحرين أهمية هذه الجائزة التي تساهم في التحول الرقمي وتحفيز الريادة والابتكار، تعزيزا للسمعة المرموقة التي يتمتع بها القطاع المصرفي البحريني عالميا. وحول هذا الموضوع ينضم معي عبر الهاتف الأستاذ علي موسى رئيس اللجنة التحكيمية لجائزة التحول الرقمي في القطاع المصرفي. أهلا ومرحبا بك في النشرة الاقتصادية. بداية، كيف كانت المنافسة بين القطاعات المصرفية، خصوصا اليوم نرى القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين يمتلك الكثير من المقومات في الحلول الرقمية والتكنولوجية؟ في البداية أخوي عبد الله، أود أن أشكر تلفزيون البحرين على الاستضافة لتسليط الضوء على هذه الجائزة، ويسعدنا أن تكون مملكة البحرين هي الأولى في المنطقة في إطلاق مثل هذه الجائزة للتميز في التحول التكنولوجي على مستوى البنوك وعلى مستوى تقديم الخدمات المتقدمة للعملاء. أرجع لسؤالك الأخ عبد الله، المنافسة بين القطاعات المصرفية في البحرين اليوم أصبحت شديدة للغاية، حيث تسعى المؤسسات المالية والمصرفية لتقديم حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا الرقمية، وخاصة أن مملكة البحرين تتمتع ببنية تحتية قوية في مجال التكنولوجيا والابتكار، مما يجعل القطاع المصرفي في المملكة رائدا في استخدام الحلول الرقمية. ولله الحمد البنوك عندنا تواكب أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي AI وتكنولوجيا البلوكتشين والخدمات المصرفية عبر الإنترنت لتلبية احتياجات العملاء وتحسين الكفاءة. هذه الحلول الرقمية لا توفر فقط تجربة مستخدم مريحة، بل تساهم أيضا في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المالي البحريني على مستوى المنطقة والعالم. نعم أستاذ علي، ما هي المعايير الأساسية التي تم الاعتماد عليها لتقييم المؤسسات الفائزة، وكيف ترون تأثير هذه الجوائز على تسريع تبني التحول الرقمي في القطاع المصرفي البحريني؟
بداية أخوي عبد الله، أود أن أؤكد أننا حددنا معايير الجائزة بشكل دقيق، وتم وضع المعايير من قبل خبراء في التكنولوجيا المالية والابتكار والذكاء الاصطناعي من البحرين والمملكة العربية السعودية وتركيا وسنغافورة. لدى فالمعايير الأساسية التي تم الاعتماد عليها لتقييم المؤسسات الفائزة في جائزة التحول الرقمي في القطاع المصرفي تشمل عدة عوامل رئيسية. أولاً، قدرة المؤسسات على مواكبة أحدث التقنيات المالية مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. ثانياً، تبني سياسات واستراتيجيات تسهم في تسريع التحول الرقمي داخل المؤسسة. ثالثاً، تنفيذ مبادرات مبتكرة تحسن تجربة العملاء وتزيد من الكفاءة التشغيلية. كما تم أخذ في الاعتبار مدى التزام المؤسسات بالأمر السيبراني وحماية بيانات العملاء في الحسبان. أما تأثير هذه الجائزة فهي تلعب دورا محوريا في تحفيز المؤسسات المالية على تسريع تبني الحلول الرقمية. الجائزة تشجع البنوك على الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية لتطوير الخدمات المصرفية، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويساهم في تحسين الشمول المالي وتجربة العملاء في البحرين. وطموحنا إن شاء الله يستمر في تقديم الأفضل من قبل البنوك لتحقيق التكامل والتنافس في خدمة العملاء، وأن نستمر في الإبداع في هذا المجال إن شاء الله. نعم الأستاذ علي موسى، رئيس اللجنة التحكيمية لجائزة التحول الرقمي في القطاع المصرفي، شكرا جزيلا لك.